السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواعيد وتوقيت مباراة فريق الوداد الرياضي وفريق اتحاد طنجة في البطولة المغربية الاحترافية ينويها القسم الأول والقناة المجانية الناقلة للمباراة. يحتل فريق الوداد الرياضي صدارة البطولة المغربية الاحترافية ينوي القسم الأول برصيد 35 نقطة، أما فريق اتحاد طنجة فيحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ويستقبل فريق اتحاد طنجة فريق الوداد الرياضي في الجولة 16 من البطولة المغربية الاحترافية ينوي القسم الأول يوم السبت 5 فبراير 2022 على ملعب طنجة الكبير في الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب. والقناة المجانية الناقلة للمباراة هي قناة الرياضية المغربية، ورابط البث المباشر للمباراة بدون تقطيع سأتركه لكم في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله.